يقول يعني اللغة العربية يجب أن تقدر وتحترم. يقول للأسف يقول يعني دواسات اللي عند الباب يكون عليها أهلا وسهلا أو مرحبا أو كذا ويداس عليها. أنا أذكر حدثني أحد الإخوة يقول زارنا هنا الشيخ عبد الله بن خميس الأديب السعودي رحمه الله تعالى في مركز المخطوطات في الجابرية. يقول فلما جاء فحاطين دواسة مدخل أهلا وسهلا، يقول رفض يدخل، قال شيلوا حطوا ويلكم هني ويلكم يقول. فيقول لا تحطون أهلا وسهلا تدوسون عليها. يقول احترموا اللغة العربية، يقول هذه لغة القرآن، لا تظهر اللغة العربية تدوسون عليها. ففعلا يعني الإنسان يقدر هذه اللغة حقيقة، يعني هذه لغة القرآن، هذه لغة ما نتكلم بها، يعني ما نحتاج دواسة عليها أهلا وسهلا ولا مرحبا ولا كذا وغيرها.